اقتربت نهاية النظام الإيراني؟ إن شاء الله اقتربت. أنا أصور هي أمنية ولا وفق متابعة ومعطيات موضوعية؟ هذه بداية لنهاية. الموضوع سيطول كثيرا ولن يكون سهلا، لأنه نعرف لأنه هو الذي أعطى الأوامر للنظام السوري بأن يقتل الشعب، بأن يلجأ إلى المربع العنف، وهو في النتيجة سيرجع إلى المربع العنف. لديه 5 مليون من الحرس الثوري مدجج بالسلاح، سيكون الدم. النظام الغربي يريد إسقاط النظام الإيراني؟ أنا أتصور الآن انتهت مهمة النظام الإيراني، انتهت مهمة خميني الذي جلبوه إلى هنا وكناك لكي تكون الفتنة في العالم الإسلامي كما أصبحت الآن، ولكن الآن أتصور انتهت مهمته وبدأت بداية. كان الإسرائيلي ألن يكون فرحا إذا سقط النظام في إيران؟ أنا أصور سيكون الآن فرحا، لأن أصبح الخطر النووي هناك، وبهذا الشكل لا يستطيع الإسرائيلي، لا يحتاج. إذن أهدافكم تلتقي مع الكيان الإسرائيلي اليوم؟ لا يستطيع، لأن ما ضرنا هذا النظام الملالي ضرنا كثيرا، ولكن هم في كثير من الأحيان في تحت الطاولة أصدقاء، ولكن خارج الطاولة يضرون لأنفسهم. مين ومين الأصدقاء؟ هم الإسرائيلي والإيراني، وكم اشترى الإيراني من الإسرائيلي أسلحة، وكم نسق معه، فإذا هم هؤلاء أصدقاء ونفس الخانة، ولكن الآن أصور تغيرت الأمور. الآن العالم العربي أغلبه يطبع مع الكيان الصهيوني، فإذا لم تكن يعني الاثنين اتفقوا على ذبحنا. بالضبط، هم متفقين على ذبحنا، ومجيء الخميني إلى المنطقة كله مؤامرة متفق عليها من طرف الأمريكي. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ جمال قارصلي، نورتنا. شكرا لكم مشاهدينا، في أمان الله.